غريبة يونيك، ابقى داخلة المكان الناس كلها تسألني واو ايه اللي انتي لابساه ده، ده غريب. بحب كده من وانا صغيرة، من وانا في المدرسة يعني. لما كبرت مع ظروف الحياة والولاد والكده، فلقيت ان انا مش هينفع اشتغل حاجة بمواعيد ثابتة، بلس ان انا مش بحب اشتغل حاجة بمواعيد ثابتة. فقلت دورت على الشغف وايه الحاجة اللي انا بحبها، وعملت بيزنس والحمد لله نجح جدا. ما شاء الله. لو أقول إيه بقى اللي بيميز الديزاينز بتاعتك أو تصميماتك؟ دي الحاجة اللي أنا بشتغل عليها، إن أي حد يبقى لابس حاجة نورهان الشورى ديزاينز تبقى باينة، الناس بتعرف حاجتي. غالباً من البرينت بتبقى مختلفة شوية، أغلب حاجتي بيبقى فيها عيون قلوب ستارز مش عارفة إيه. لما تيجي نشوف مع بعض ونتكلم عن التصميمات والأفكار الجديدة والمختلفة بتاعت نورهان الشورى، تفضلي خلينا نشوف أول طقم معانا النهاردة. منورانا في عالم الستات، حلو قوي. لا هو يعني مختلف. عاملاه ازاي يعني؟ عامله ازاي البرنت دي ومن ورا مكتوب كمان؟ مكتوب كلام. هي البرنت دي، انا كل الديزاينز بتاعتي مؤخرا بقت حاجات برنتد، انا اللي بعمل الديزاين مع جرافيك ديزاينر، وبعدين بطبعه على خامات بستوردها من بره. بس فبطبع الحاجات يعني، مثلا اللي على الكم ده يعني انت طبع النقشه والكلام وكمان الحاجات اللي على الاسوره والنقشه كمان. كل حاجه. يعني هي كانت قماشه ساده. برافو عليكي والله. وده كيمونو ممكن يتلبس على البحر، ممكن يتلبس في الخروج. انا دايما بحاول اخلي الحاجه يبقى ليها اكتر من مكان تتلبس فيه. يعني البنات بيلبسوا ده على البحر دلوقتي، ده اسمه كيمونو. اسمه ممكن كيمونو. نلبسه على البحر، ممكن نلبسه في الخروج. بالظبط، ممكن تخرج بيه عادي زي ما هي. السكارف لازم يكون زي الكيمونو بالظبط. ساعات يعني انا عندي سكارف تانيه نفس الاسويره اللي على الايد، هي موضه جدا السنه دي. وممكن يبقى برضو بالفوشيا زي الاسويره اللي على الايد. في من سكارف زي الاسويره اللي على الايد برضو ممكن تتلبس. البرنت دي اسمها ليوبار. طب الليوبار دايما بشوفه مع الاخضر او الاحمر، لكن انت دخلتي فيه النيون الفوشيا والنيون الاخضر ده، دي تركيبه بالنسبه لي جديده. بالظبط، هي دي اكتر حاجه انا شاطره فيها وتميزت بيها، ان انا بعرف اركب الالوان الغريبه على بعض. لايقين يعني على بعض قوي على فكره. يعني هي الوان بيبقى حد مستحيل يفتح الدولاب ويلبس اللونين دول على بعض، فانا بحاول اركب الالوان الغريبه على بعض. ولو محجبه طبعا هتربط السكارف بطريقه، دي بتنفع تتلبس للمحجبين كمان، يعني مش محجبين بينزلوا شعرهم، الحجاب بيربطوها من ورا ومش بيبينوا اي حاجه، انا بلبسها. خلينا نشوف اللي بعده. كيمونو برضو. قماشته شكلها خفيفه ومريحه. بالظبط. احنا محتاجين دي قماشه ايه وطلعتيها بالشكل ده ازاي يا نورهان؟ دي خامة اسمها سوفت مبرد. هي خامة بتقبل الطباعة، لأن الخامات اللي بتقبل الطباعة في مصر قليل، الماشينز اللي في مصر اللي بتطبع على خامات مش كتير. محدودين قوي يعني، في حاجات ممكن تتحط لازم طبعا نعمل تجربة تتحرق. فمش أي حاجة. فالخامات دي أنا بستوردها من بره علشان تبقى مميزة خفيفة، ما تبص لما تتغسل. بس كده بتقبل الطباعة وبتبقى الألوان فيها باينة يعني برايت. انتي برضه